بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثي اليوم إليكم حول الجهاد ومفهومه في الإسلام. خاصة الجهاد هو من الجهد، من التعب، من المشقة، فيه مجهود بدني يبذله الإنسان وفكري في معارك أو في غير المعارك. هو كل ما فيه جهد وكل ما فيه تعب يسمى جهاد، سواء جهاد في الحروب أو جهاد في النفس أو جهاد في العمل، هذا كله يطلق عليه في اللغة جهاد. ولكن جهاد في الإسلام في الحروب هذا لم يقع إلا بعد مدة طويلة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. في البداية 13 سنة قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بالكلمة الطيبة وباللين وبالحكمة وبالنقاش وبالجدل وبقراءة القرآن وتفسيره، ولكن وجد الصد ووجد المقاومة من قريش باعتبارهم يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيريد ملكا أو يريد زعامة أو يريد أن يغير دينهم ويأتي بدين آخر، واتهموه بكونه مجنون، بكونه ساحر، بكونه كذاب، إلى آخر من النعوت التي لا تليق بالإنسان فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى اضطروه إلى الهجرة وأتعبوه في ذلك وقاوموه وآذوه وآذوا أصحابه، ووصل بهم الحد إلى القتل بعض أصحابه، ممن اضطر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة. فلاحقوه هناك، لاحقوه قريش وأرادت أن تهاجم المدينة وأن تستأصل الإسلام الذي بدأ يظهر وبدأ يقوى وبدأ ينتشر خارج مكة وفي كامل الجزيرة العربية. فإذن هنا لابد أن يدافع الرسول ويدافع المسلمون على أنفسهم حتى يردوا بطشة وطغيان قريش. فأذن الله لهم سبحانه وتعالى، أذن لهم بأن يقاوموا قريش وأن يدفعوا عن نفسهم الأذى وأن يحاربوهم. فأمر الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يدافعوا على أنفسهم. فالجهاد في الإسلام هو دفاع، دفاعا عن شيء، دفاعا عن الحرمة، عن أنفسهم، عن شرفهم، عن أموالهم، عن عائلاتهم، عن أرضهم، عن الإسلام أيضا. لذلك شرع الإسلام كاستثناء، لأنه في الأصل هو السلم والأمان، ولكن الحرب في الإسلام هو استثناء للدفاع عن النفس فقط، ولم تكن حرب عدوانية ولا للتعدي على الغير ولا لمهاجمتهم ولا لفرض الإسلام بالقوة عليهم، فضلا عن أن يحارب الإنسان المسلم أخاه المسلم، فذلك من الظلم وذلك من العدوان وذلك ما يسمى حرابة في الإسلام، وهو معصية كبيرة وقتل النفس التي حرم الله لها، لأن الإنسان معصوم المسلم خاصة معصوم الدم والعرض والمال. إذا قال لا إله إلا محمد رسول الله فقد عصم ماله ودمه وعرضه وأصبح آمنا في هذه الحياة. ولذلك الجهاد في الإسلام أو القتال في الإسلام هو قتال للدفاع عن النفس وليس للعدوان وليس للاعتداء على غير، سواء مسلم أو غير مسلم. محرم الاعتداء على النفس البشرية ولو غير مسلم، باعتباره أنه غير محارب، لم يحاربك ولم يهاجمك ولم يعتدي عليك، فأنت لا ينبغي عليك أن تهاجمه، في خاصة تذهب إلى بلاده وتحاربه وتقتل وتفجر وتفعل ما تفعل باسم الإسلام. هذا ليس من الإسلام في شيء، هذا يسمى عدوان ولو على الكافر ولو على غير المسلم. لذلك الإسلام هذا هو الغرض منه. فكل الغزوات التي سنراها بحول الله أو أغلبها في هذا التي وقعت في هذا الشهر هي للدفاع عن النفس ولرد العدوان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلما دعي إلى السلم وإلى الصلح يلجأ إلى ذلك ويصالح عدوه ويدخل معه في مفاوضات، وكما سنرى في صلح الحديبية وغيره. ثم الإسلام لما انتهت وانتشر الإسلام في كامل الجزيرة العربية وتوحدت الجزيرة العربية على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قولته المشهورة الشهيرة التي قالها: رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. الجهاد الأصغر هو جهاد العدو التي تراه، والجهاد الأكبر هو جهاد النفس. هذا ما أردت أن أقوله لكم في هذه العجالة حول هذا الموضوع، وفي حصة أخرى نلتقي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.